مرحبا، بطلنا اليوم في هذا الفيديو هو الثوم. الثوم من أكثر الخضار المعروفة من حيث الخصائص العلاجية والفوائد الصحية، إذ يمكن منع أو معالجة العديد من المشاكل الصحية بمساعدة الثوم. قبل أن نبدأ، أخبرنا، هل تحب الثوم أم أنك من أولئك الذين يحرمون أنفسهم فوائده الجمة التي سنتعرف عليها في هذا الفيديو؟ هنالك عدد لا يحصى من الأدلة تثبت أن مصدر هذه الاستعمالات تثبت أن الثوم استخدم منذ آلاف السنين لدى حضارات مختلفة حول العالم، وقد أثبتت العديد من الدراسات الحديثة وجود علاقة مباشرة بين الثوم والوقاية من مشاكل صحية متنوعة. واليوم سنقدم لكم أهم الدراسات الحديثة التي تحدثت عن الثوم المعجزة. كيف يقوي الثوم القلوب؟ أنت تحتاج إلى أن يكون قلبك قوي، وإذا ما كبرت بالسن أن تحافظ على شباب قلبك. إليك الطريقة المثلى، الثوم. أزال العلماء الستار عن الكيفية التي تجعل أكل الثوم مفيدا لتقوية القلب والحفاظ عليه حسب نتائج بحث علمي جديد. يكمن السر باختصار في مادة اسمها أوليسين. هذه المادة تتكسر فتنتج عنها مركبات الكبريت كريهة الرائحة التي تغير رائحة الفم مع أكل الثوم، إذ تتفاعل تلك المركبات مع خلايا الدم الحمراء لتنتج ثاني كبريتيد الهيدروجين الذي يعمل على ارتخاء الأوعية الدموية قليلا، بما يسمح بانسياب الدم بسهولة فيها. وهنا وفي الأوعية الدموية ينشط الخلايا المبطنة لها فترتخي الأوعية اتساعا، ويؤدي ذلك إلى خفض ضغط الدم بما يسمح له بحمل المزيد من الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية في الجسم ويخفف العبء عن القلب. وبالتأكيد تسمع تلك الكلمة المخيفة، الكوليسترول وضغط الدم. الثوم يأتي لك بالحل، حيث يعمل على خفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم. فعلا قد يقلل تناول الثوم بصورة منتظمة من مستويات الكوليسترول في الدم عن طريق معادلة النسبة بين الجيد الحميد HDL والكوليسترول السيء. بالإضافة إلى ذلك، أثبتت العديد من الدراسات أن تناول الثوم بشكل منتظم قد يساهم في خفض ضغط الدم، وبالتالي فإنه يمنع حدوث أمراض القلب والسكتات القلبية. منع الجلطات الدموية. قد تؤدي الجلطات الدموية في جسمك إلى انسداد الشرايين، هذا بالتالي يوقف تدفق الدم إلى أنسجة الجسم وأعضائه المختلفة، حيث تكمن خطورة هذه الحالات بأنها تؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية. لكن يمكن لتناول الثوم أن يزيد من إنتاج أكسيد النيتريك في الأوعية الدموية، والذي يساعد على توسيعها، ونتيجة لذلك يمتاز الثوم بتذويب الجلطات الدموية. مكافحة الأمراض المعدية. استخدم الثوم منذ آلاف السنين كواق وكمعالج للعديد من المشاكل الصحية. كما ذكرنا، الثوم بيحتوي على مركبات الكبريت وفيتامين سي وبي 6 والبوتاسيوم والكالسيوم وغيرها من المواد المعروفة بقدرتها على مكافحة العديد من أنواع الجراثيم والفيروسات وحتى العدوى الفطرية. بهذا تم إدخاله في إيجاد وصناعة العديد من المراهم والقطرات المعدة للعلاج الخارجي للفطريات والتهاب الأذن. الوقاية من السرطان. يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة وخصائص أخرى تقوي جهازك المناعي في جسمك، بل وتقلل من احتمال الإصابة بسرطان القولون والمعدة والبنكرياس. كذلك قد تمنع مكملات الثوم تطور الخلايا السرطانية لدى الأشخاص الذي عانى أحد أفراد عائلاتهم في السابق من سرطان الثدي أو البروستاتا والحلق. أيضا الثوم له القدرة على مكافحة العديد من أنواع الطفيليات وخاصة الطفيليات المعوية والديدان. الثوم وداء السكري. قد يحسن الثوم العديد من الأعراض والمضاعفات المصاحبة لداء السكري، مثل مشاكل الكلى أو الجهاز العصبي ومشاكل شبكية العين. كذلك قد يقلل تناول الثوم من مستويات السكر والكوليسترول والدهنيات في الدم، الأمر الذي يساعد مرضى السكري بشكل كبير. فوائد الثوم للحامل. بالنسبة للحامل، فالثوم يعمل على
تحسين الدورة الدموية للمرأة الحامل، فضلاً عن كونه يخفض ضغط الدم ويقلل من مستويات الكوليسترول لديها، كما يقلل الثوم من الشعور بالإرهاق خلال الحمل، ويدمر البكتيريا والفطريات والفيروسات الضارة، وذلك بحسب ما أشار إليه المركز الطبي لجامعة ميريلاند الأمريكية. الثوم مفيد جداً للشعر. فعلاً يعد الثوم علاجاً لتحسين نمو الشعر عبر استخدامه كمستحضر موضعي، ويساعد أيضاً على محاربة فقدان الشعر. كيف؟ يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للشعر والصحة العامة، منها الكبريت الذي يدخل في بناء العديد من البروتينات، منها الكيراتين الذي يتكون منه الشعر، وأيضاً السيلينيوم الذي يعمل مع فيتامين إي على تحسين صحة الشعر. الأشخاص الذين لا يمتلكون القدرة على استخدام الفيتامين إي أو الذين يفتقرون إليه غالباً يفقدون الشعر أو يكون شعرهم جافاً وباهتاً. كذلك المعادن الموجودة في الثوم تساعد في الحصول على شعر صحي، مثل عناصر الكالسيوم والنحاس والحديد والمنغنيز. فوائد الثوم للجنس: ثبت أن الطعم الحار المميز في مذاق الثوم هو ما يثير الرغبة الجنسية، فكما ذكرنا الثوم يحتوي على الإيريسين، والذي يعتقد بأنه يعمل على زيادة تدفق الدم في الأعضاء الجنسية. هذه النصيحة لا تنجح بين ليلة وضحاها، فأنت تحتاج بوضوح لاستهلاك الثوم لمدة قد تصل إلى شهر كامل لجني ثمارها. أما إن لم تكن تستطيع تحمل الثوم النيء، فيمكنك تناولها على شكل كبسولات من ضمن المكملات الغذائية الموجودة في المتاجر المحلية للأغذية الصحية الطبيعية أو الصيدليات. السؤال المهم: بعد ذكر كل هذه الفوائد للثوم، ما هي كمية الثوم الموصى بتناولها؟ ترتبط كمية الثوم الموصى بتناولها يومياً بالمقاسات الشخصية لكل فرد على حدة، حيث تختلف من شخص لآخر. لكن بشكل عام ينصح بتناول فص أو فصين من الثوم يومياً، ولا ينصح بتناول الثوم على معدة فارغة، لأنه قد يقوم بتحفيز عصارة المعدة، مما يسبب قرحة المعدة والشعور بعدم الراحة. ينصح بتناول الثوم الطازج قدر الإمكان، حيث أنه بعد حوالي ساعة من تقشيره يفقد العديد من المواد الفعالة الموجودة فيه من فعاليتها عند التعرض للهواء، أي يتأكسد. ويجب الانتباه إلى أن حدوث مثل هذا الأمر أو غيره للثوم يمكن أن يضعف قدرته المضادة للبكتيريا، ولذلك يوصى بتناول الثوم النيء. أخيراً أيها الأصدقاء، الكثير من الناس يحارب الثوم، السبب رائحته الكريهة. لا تحرم نفسك هذه الفوائد. والآن سندلك في ختام هذا الفيديو عن كيفية التأقلم مع رائحة الثوم. يرجع مصدر رائحة الثوم القوية إلى المادة الفعالة الموجودة فيه، ألا وهي الإيريسين. ومن المفارقات أن هذه المادة هي المسؤولة عن مجموعة متنوعة من الخصائص الطبية التي تميز هذه الثمرة الرائعة كما ذكرنا. لكن من أجل تجنب رائحة الثوم الكريهة، احرصوا على تنظيف أسنانكم جيداً، واستخدموا مستحضرات خاصة لإنعاش رائحة الفم وخيط الأسنان. كذلك احرصوا على تنظيف سطح الأسنان، كما ينصح الكثيرون بتناول عصير البرتقال الطازج والنعناع والبقدونس، فهذه الأطعمة لها القدرة على إبطال مفعول رائحة الثوم القوية. في الختام ندعوك لمشاركة هذا الفيديو عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، فمعلومة واحدة قد تنقذ إنسان. شارك المعرفة وشجعنا لتقديم الأفضل، كما ندعوك للبقاء معنا في معرفة وأكثر. وهذه تحيات أحمد وفريق معرفة وأكثر. نحن متحمسون لأن نكبر بكم أنتم، فساعدونا أيها الأصدقاء. إلى اللقاء.